مشاهدينا على تلفزيون مصر، أهلا ومرحبا بكم. دلوقتي أكتب الأوضة نشرتنا من الأخبار الدارجية. استقبل رئيس الفترة الانتقالية الجنرال محمد إدريس ديبي إنو، استقبل أمس وزير الخارجية عن دولة الجابون، كان جاب معايا رسالة من رئيس آلي بونغو مشان تعزيز التعاون بين البلدين. التفاصيل مع زملاء في الرئاسة. التطرق إلى منظمة السيماج والمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية والتشاور المستمر إقليميا وقاريا ودوليا بين تشاد وجمهورية الجابون هو بيت القصيد من الرسالة التي حملها وزير خارجية الجابون السيد هيرمان إيمونغولا إلى رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو من نظيره الجابوني علي بونغو أونجيمبا. وركزت الرسالة الخطية أيضا على مخرجات القمة 23 الأخيرة للمجموعة التي شارك فيها رئيس الجمهورية، حيث خرجت بتوصيات كثيرة تمحورت حول إعادة هيكلية التجمع وعدد من المنظمات شبه الإقليمية. وطرحت الرسالة أيضا قضايا الساعة الأفريقية والدولية، وخاصة تلك التي تتعلق ببرام الاتفاقيات وتمتين العلاقات بين ليبريفيل وأنجمينا. وخلال اللقاء الذي استمر زهاء الساعة تقريبا، بحث المبعوث الجابوني مع فخامته سير العلاقات الجابونية التشادية، وخاصة تلك التي تخص الاتفاقيات الثنائية سواء في فضاء التجمع الاقتصادي والنقدي لدول وسط أفريقيا أو فضاء التجمع الاقتصادي لدول أفريقيا المركزية، والذي يترأسه حاليا الرئيس الجابوني علي بونغو أونجيمبا. وعقب المقابلة أكد الوزير الجابوني على متانة العلاقات بين البلدين ووصفها بالجيدة، وثمن جهود رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة التي يبذلها تجاه أشقائه، والتي بالفعل أسهمت في تطوير المنظمتين وعملت على تقارب أوجه النظر بين الرؤساء في الفضائين. المقابلة حضرها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين في الخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية في مكتبه المدني. وزارة الصحة العامة والوقاية كان صوت واحد حفلة اليوم فجر، والحفلة دي كمان عملوا فوق اتفاقية شراكة بين المستشفى الاثنين، مستشفى الجامعي النهضة والمستشفى الأمريكي بباريس. ترأس الحفلة كمان الأمين العام من وزارة الصحة العامة والوقاية دبسود ليسون ومسؤول عن المستشفى الأمريكي بباريس، وهذا الكثير من المسائل. التفاصيل بزيادة كمان تلقوا في نشرتنا الجاية. نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع شركائها التقنيين ورشة عمل وطنية من التعليم الخارجي المشتركة النسخة الثانية دورة عام 2023. التفاصيل مع الزملاء في التلفزيون الوطني. يعتبر القطاع الصحي من أهم القطاعات ذات الأولوية، وعليه فقد نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع شركائها التقنيين والمانهين ورشة عمل وطنية للتقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية للعام 2005 في نسخته الثانية، حيث افتتح عمال الورشة رسميا الأمين العام لوزارة الصحة العامة والوقاية دبسو كدبسو، مشيرا بأن الهدف من تقييم اللوائح الصحية الدولية للعام 2005 منع انتشار الأمراض على الصعيد الدولي وحماية المواطنين وكذا السيطرة عليها، وأن التقييم الخارجي المشترك لمؤشرات القوى النسبية للعام 2017 وضعت له خطة عمل وطنية للأمن الصحي وتغطي الفترة ما بين العام 2018 إلى العام 2021، وفي العام 2023 تم تنفيذ العديد من الأنشطة، مضيفاً بأن هذه الورشة جاءت في الوقت المناسب لأن تشاد تحتضن أعداد كبيرة من اللاجئين، وهذا يتطلب جودة ونظام المراقبة الصحية، وأن رئيس الفترة الانتقالية الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو وضع للقطاع الصحي أهمية بالغة، وتستمر الورشة لمدة 5 أيام. نادي مستمعين على FM 92.5 كان كرم واحد من المستمعين كان قاعد يشارك في برنامج منتدى الأصدقاء القاعد يقدمه محمد عمر إدريس. التفاصيل مع موسى محمد.
أجل المشاركة في البرامج اللي كان قاعد يقدمها النادي المستمي أنا 92.5 كان سو حفلة أنا التكريم للأفضل صديق للبرنامج المستمي عبد المني إبراهيم الذهب. وفي المناسبة بعد ما كرمه كان حجة بالمشاركة الفعالة في البرنامج. الصباح المبارك والجميل والرائع بهذا تكريمكم لي، واليوم أقف معكم وأنا أحمل مشاعر الفخر والاعتزاز بأني أنتمي إلى هذه الرابطة، والرابطة تنتمي إلى الإذاعة، والإذاعة تنتمي إلى الدولة، والدولة تنتمي إلى الشعب، وأنتم الشعب جميعا. فأنا الذي تعلمت منكم الكثير والكثير، وعلى مدار السنوات تعلمت منكم على مدار السنوات، واستطعت بأن أحقق أحلامي تفوقا، سواء على مستوى المشاركات أو على مستوى الأنشطة والمسابقات المحلية. قمت بالاشتراك، قمت بالاشتراك من ذاتنا ولرفع اسم رابطتنا وإذاعتنا عالية. أيها السادة والسيدات، أود أن أشكركم وأقدر على كل ما قدمتموه لي في هذا الصباح المبارك، أنكم أناس عملوا ليلا ونهارا من أجل النهوض بالإذاعة والحفاظ على رفقتها وتطويرها، أناس حملوا اسم الإذاعة على عاتقهم ووضعوها في قلوبهم، أناس جعلوا أرواحهم دروعا للحفاظ على الوطن، ومن أجسادهم آلات تعمل بجد واجتهاد دون أن ترف لهم أجفان أو تطعم فيهم قلوب. أنكم أناس العداء والرابطة وأناس الوطن الحبيب. يعني كمان كان حجة الكوردينيتر مالو موسى مال مكاي حجة بالجهد القايد يقدمها للمستمعين. ما أراد في تقديم البرنامج ده، لأنه إن ده وعد معاكم أنتم المستمعين ومشاركاتكم أنتم، ده ما يخليه يغيب. عشان أي وقت أنتم قاعدين تشاروا ومشاركاتكم أنتم ده ليه، حتى إن ده شغل آخر في الأزمة وفي شنو بيقضي في الرأي هام، ما خلى برنامج المستمعين هو جاي يقدمه ده، وخاصة برنامج نادي المستمعين ده ليه هو يعني صف زخارة ليه أستاذ محمد محمد. هو الحس ربطانا معكم انتم النوادي وانينا اداره الاعتزال 2022/5 قبل شهور كل مرينا به في حفل اخر، وانا اقول لكم برنامج باللغات العربيه، انا فرانكوفون لكن غيور باللغه العربيه، لان ده ونشيل الاستاذ احمد هسه جنبه من هنا معايا في كثير، قدمنا حتى برنامج للاطفال الناطقون باللغه العربيه النوابغ اللغات، بس قاعد في التلفزيون ده كل معايا كثير ناس، انا فرانكوفون لكن شيء كان باللغه العربيه بتجبدها فوق ده انا معاك. المقدم للبرنامج محمد عمر إدريس كان حجة بالجهد عن المشاركة عن المستمع في البرنامج. برنامج حقيقة يعني ألف معرفة واسعة وكبيرة بين مختلف الشباب وما زال يؤلف بينهم، فنحن اليوم بصدد تكريم هذا الأخ، وإن شاء الله في الأسابيع المقبلة أيضا نقوم بتنظيم نشاط أو تنظيم حفلة تكريمية للذين امتهنوا الشهادة الثانوية دورة 2023، نقيم أو نكرمهم على مستوى الرابطة. فهناك الشباب كنا في رابطة الفرق الثقافية بذلوا قصارى جهد وقدموا الكثير من النشاطات الثقافية والتربوية وغيرها من الأنشطة. ذكر في النهاية كمان كان أنتو الشهادة عن التكريم والفرق عن الثقافية المشاركة في البرنامج، هم كلو كان أنتو ليا هدية. مشاهدينا
شكرا بالخبر الأخير ده كمان كمل بنشرتنا انت اليوم. خليكم مع بعض برامج تلفزيون مصر أخوة وشيرين النصر بين كانت متابعة سعيدة.